ايوا السلام عليكم الخوت، معكم ابراهيم عزيزي. فيديو جديد اليوم غادي نهضر على لي طابليت جرافيك. دونك بغيت في هذا الفيديو هذا نشرح كاع لي طابليت جرافيك اللي معروفين، ماشي الانواع ولكن لي فيرسيون ديال لي طابليت جرافيك، اين وحده اللي تصلح على حساب البيجي ديالك. ولكن اول حاجه شنو هي الطابليت جرافيك؟ طابليت جرافيك هي واحد الوسيله اللي كتستعمل بلاص لا سوري، واللي هي هذه كتستعمل عند لي زارتيست ولي جرافيك ديزاينر. كيكون عندها ستيلو ديالها اللي هو هذا، كترسم فوق الطابليت كيدوز اوتوماتيكمون ليكرون ديالك بحال هاد الشكل هذا. يعني اي حاجه رسمتيها فوق هاد الطابليت هادي كيترسم. اشنو هو الفرق ما بين سوري وما بين طابليت جرافيك؟ دونك هذا هو السوري وهذا الطابليت، لاحظوا الفرق. مثلا الا بغيت نرسم شي حاجه هنا، كتلاحظوا ان الخط غادي بنفس السمك وبنفس لوباسيتي من الاول حتى الاخر، يعني اي حاجه رسمتها. ولكن في الطابليت العكس، يعني الا بريسيت فوق الطابليت بالجهد غادي ترسم لي بحال، يعني الا خففت واحد شويه كينقص كما كتلاحظوا. وحاجه اخرى اللي كاينه في طابليت جرافيك وما كايناش في السوري هي مثلا تبلاندي جوج ديال لي كولور. دابا غادي تيستيو مثلا لي كولور، الكولور الاحمر مثلا غادي نبلاندي هاد الكولور هذا مع الزرق اللي هو هذا. مثلا باش نبلاندي هاد لي دو كولور غادي يعطيني الموف. غادي نتيستيو دابا بالطابليت، ناخذ هاد الكولور هذا كما كتلاحظوا كيعطينا ديما بورسونتاج ديال لوباسيتي ديما 100%. غنجي نبلانديها مع هذا، ما غاديش يتبليندا، دونك خصني ضروري نجي لوباسيتي وغادي نقص واحد شويه. واخا هكاك ما غاديش يعطينا الايدج، مثلا الايدج ديالو مسموسي. واخا نبقى نحاول واحد شويه، يعني خصني كل مره نرجع لوباسيتي ونقص ثاني. الان نختار البروش اللي عندها الايدج ديالها ديجا سموتين. هنا غادي نقدر نبلندي هاد لي دو كولور، ولكن التخصيصه ديال الخدمه. اما هنا نقدر نجي غير مثلا هكا قار اللون، واخا تكون لوباسيتي ديالها 100%. كما كتلاحظوا غادي نقدر نبلندي هاد لي دو كولور سو كويكلي. دونك دابا ملي عرفنا الفرق ما بين الطابليت والسوري، غادي ندوزو لي مارك اولا لي فيرسيون ديال لي طابليت جرافيك. اول طابليت جرافيك غادي نوريكم هي تراست. بها بديت صراحة، هادي شي 8 سنين شريتها بشي بي 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 بي, بي. شريتها بشي 300 400 درهم. دابا غنعطيكم غير لي مارك لي شتهم انا في المغرب، كيتباعو في المغرب. اما الا بغيتو تجيبو شي حاجه اخرى من برا راه كاين بزاف، يعني اغلبيه ديال لي مارك شينوا، يعني من اسيا كاين بزاف ديال لي مارك. ولكن هنا غادي نوريكم ماركه واحده، هذه غير اكسترا زدتها في لا ليست حيت بديت بها. الطابليت هذه ما خايباش بزاف، مهم غتسلككم كبدايه، ما تعطيكمش الخدمه بزاف. مثلا في دي بروجي كبار، مثلا في زيبروش ولا في يعني دي بانتين كبار، شويه ماشي فليكسيبل. وهاد لي طابليت اللي غادي نوريكم دابا الفوق من شركه واكوم، واللي هي معروفه بزاف واشهر وحده في لي طابليت جرافيك. كاينين لي مارك اخرين بزاف تا هما مزيانين، ولكن اللي معروف هما الواكوم. وكنصح صراحه الا عندك البيجي خذ لك واكوم، يعني انا ما كنقولش الا لي مارك اخرين خايبين، راه مزيانين، غير هو واكوم كتبقى هي الطوب. anyway الطابليت الثانيه اللي بغيت نشرح عليها هي البامبو، هي هذه. حتى هذه خدمت بها، هذه ثاني طابليت كانت عندي واحد 5 سنين واقيلا ضربه. هذه خسرت ليها ستيلو ديالها واقيلا، ولا خسر ولا هي اللي خسرت، المهم واحد فيهم خسر.
الطابليت هذه مزيانه، ماشي مزيانه مزيانه ولكن مزيانه، ستيلو ديالها خفيف زائد انها فليكسيبل واحد شويه في الخدمه، صغيره، البيدجي ديالها تقريبا 600 درهم، اما الثمن ديالها دابا ما عرفتش الصراحه. ندوزو للطابليت الثالثه واللي هي انتيوس، ما عمري ما خدمت بهذه ولكن كنشوف بزاف ديال الجرافيك ديزاين كيخدموا بها. جوبونس فيها بين ان تاتش، يعني تقدر تخدم بها بستيلو وفي نفس الوقت تخدم بالصبع ديالك. هاد الطابليت هادي باقي لها سويه شي 1000 وشي حاجة، 1100 درهم، 1200 درهم تقريبا. الطابليت مزيانة تا هي، تقدر تهزها معاك تديها معاك، ما كبيراش بزاف. الطابليت جرافيك اللي موراها هي انتيوس برو، هادي صراحة عجباني بزاف. وفيت انا عندي انتيوس 4 ولكن هادي برو خرجت مور هادي، فيها تاتش ان بين، تا هي كتخدم بستيلو وفي نفس الوقت تاتش وايرلس، تقدر تحيد ليها الكابل يو اس بي اللي كيتبرونشا مع بي سي، تقدر ما تخدموش. كاينه معاها واحد البي اس كتبرونشا معاها وتخدم البلوتوث، ساويه تقريبا شي 2500 درهم، غتكون شي 2500 درهم. والطابليت الاخرى اللي مور هادي واللي هي كومبانيون 2، هاد الطابليت هادي فيها السيستم ديالها، يعني فيها الويندوز، تقدر تانستالي فيها لوجيسيالات، تقدر تهزها معاك. دونك هادي هي الوعره في هادي، انك تقدر تديها لما بغيتي، مثلا ترسم في قهوه، تمشي تخرج برا، يعني بحال الا هز معاك بي سي وتقدر ترسم فوق ليكرون ديالها. يعني هاد الطابليت كومبانيا تكون تقريبا 1,300,000 مليون وشي لعيبه. واخر طابليت اللي غادي نوريكم واللي هي هاد الطابليت هادي واحد من الاحلام ديالي، واللي هي سينتيك 27 اتش دي. هادي صراحه ماشي بحال كومبانيين، يعني ما فيهاش سيستم، تبرونشيها مع لا ماشين، واللي مزيان فيها هي انها كبيره. انا صراحه ما عمري ما خدمت سينتيك، يعني ما عرفتش السونساسيون ديالها كي دايره. هاد الزبل هذا غالي بزاف، سوي علينا 3 مليون. هادشي اللي بغيت نهضر عليه في هاد لا فيديو هادي، نتمنى اني وضحت واحد شويه على لي طابليت جرافيك، وباش ما تبقاش حيران اين وحده غادي تاخذ، كلهم مزيانين، غير هو على حسب البيدجي ديالك طبعا. الا كانت عندك 3 مليون صرا خويا، خذ لك سينتيك 27 تمتع عليا مع راسك. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا جيم، سبسكرايب، شير، كاع داكشي، ونشوفكم في فيديو جديد. بيس.